هنروح مع حضراتكم لأبرز أخبار المحافظات. في بورسعيد تم افتتاح مركز الغسيل الكلوي بمجمع الشفاء الطبي، أما في البحر الأحمر فتم افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام. النهاردة كمان في الدقهلية هيتم قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض القرى بسبب أعمال الصيانة، أما في الشرقية تم فحص 2684 مريض بقافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة. تفاصيل وأخبار أكثر عن محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في بورسعيد افتتحت الهيئة العامة للرعاية الصحية مركز الشفاء للغسيل الكلوي بمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة. بيضم المركز 43 ماكينة غسيل كلوي وأحدث التجهيزات الطبية عالية المستوى، وبيقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الكلى وملحق به عيادات خارجية للمتابعة المستمرة للمرضى، سواء مرضى الغسيل الكلوي أو ما بعد زراعة الكلى. في بني سويف شهدت المحافظة تدشين مشروع معاً من أجل حياة كريمة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة، اللي بيستهدف تنفيذ حزمة من الأنشطة والجهود المجتمعية في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز وحدات الإدارة المحلية والتدريب والتوظيف للشباب وغيرها من المجالات. في الدقهلية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه اليوم الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً لمدة 8 ساعات عن عدد من القرى بسبب أعمال الصيانة. في البحر الأحمر تم افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ضمن مشروعات تطوير وميكنة خدمات المواطنين وتسهيل تقديم الخدمات وفصل طالب الخدمة عن مقدمها. في الفيوم أطلقت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية، وتم علاج 5608 حيوان ما بين أمراض باطنية وعلاج وفحص تناسلي وعلاج طفيليات داخلية وخارجية وعمليات جراحية، ليصل إجمالي المستفيدين من القافلة 3418 مستفيد. في الأقصر شهدت أرض مطار البالون الطائر في البر الغربي خروج 30 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالي 630 سائح من حول العالم للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية وقرص الشمس والمعابد الأثرية من السماء. في الشرقية نفذت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية شاملة مجانية بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز مدينة أبو كبير، واشتملت القافلة على 13 تخصص طبي وأجرت الكشف الطبي المجاني على 2684 مريض من أهالي القرية.